السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس في المغرب لآخر تحديث الذي صدر من النموذج الأوروبي قبل قليل إخواني الكرام، قبل 40 دقيقة من الآن. سنعطيكم آخر التفاصيل خلال توقعات 10 أيام القادمة إن شاء الله. نسأل الله الثبات إخواني الكرام. احتمال عودة أمطار الخير فهي واردة والثلوج القوية إن شاء الله خلال الأيام القادمة، لكن قبل الأخذ بالتواصل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وشكرا لكم جزيل الشكر. رياح قوية على قليل من جنوبي المملكة. بالنسبة للأمطار فالأجواء ما زالت مستقرة إلى قلة السحب، قد تتكون بعض القطرات المطرية على المرتفعات لكن احتمال ضعيف إخواني الكرام. خلال الأيام القادمة إن شاء الله فمن المتوقع اقتراب منخفض جوي إن شاء الله من المملكة، ما يؤدي إلى دخول اضطرابات جوية إن شاء الله مهمة بداية من يوم الاثنين إن شاء الله. خصوصا على قليل جنوبي المملكة على مناطق إن شاء الله التالية: تساقطات مطرية حاضرة العديد من مناطق المملكة خصوصا مناطق شيشة وأوكيمدن أوزبيز إمتانوت والصويرة بلفاع وتيزنيت وكذلك قلميم وسيدي إفني وطانطان طرفاية إن شاء الله، وقد تصل حتى العيون بعض اضطرابات إن شاء الله بإذن الله. أمطار تبقى إخواني الكرام رعدية محليا إخواني الأعزاء، كذلك على مرتفعات الريف على إفران، كذلك تساقطات على إيساقن مناطق شفشاون إن شاء الله وتطوان. أمطار تبدو إخواني الكرام رعدية إخواني الأعزاء. بالنسبة للفترة بعد الزوال يتوقع إن شاء الله أن تصبح هذه الاضطرابات جد قوية خصوصا على مناطق بن قرير واليوسفية وسيدي بوعشمان وكذلك مناطق شيشاوة وأيد داود وأوكيمدن مع التساقطات الثلجية. أمطار حاضرة كذلك على مناطق سوس إن شاء الله، تارودانت وأجباها وبلفع وأكادير وكذلك مناطق تافراوت إن شاء الله. تساقطات مطرية حاضرة كذلك على المرتفعات ابن ملال وزود الشيخ وخنيفرة وكذلك إفران والماس، وتساقطات جد مهمة إن شاء الله ستعرفها المرتفعات مع احتمال بعض الاضطرابات الجوية قد تصل حتى مناطق بوجدور ربما والعيون بعض التساقطات المطرية لكن تبدو ضعيفة. خلال يوم الثلاثاء احتمال استمرار بعض الأجواء الغير مستقرة، أمطار على البروج وكذلك بن قرير قد تصل حتى قلعة سراغنة مولود فرج مع تساقطات على المرتفعات الأطلس كمناطق تبانتو إميلشيل وتونفيت ومناطق أوكيمدن وأوزمي، ستعرف بعض الاضطرابات وبعض الأجواء الغير مستقرة بدخول تساقطات وأمطار ثلجية. خلال توقعات يوم الثلاثاء إن شاء الله استمرار بعض الأجواء الغير مستقرة على مرتفعات الحوز لكن تبدو أمطار وثلوج ضعيفة محليا. أما بالنسبة لتوقعات يوم الأربعاء إن شاء الله فيتوقع أن تكون الأجواء كذلك مستقرة إلى قلة سحب، كذلك بالنسبة ليوم الجمعة فالأجواء ما زالت صافية إلى قلة سحب مع سيطرة البلوك القوي. بالنسبة للنموذج الأمريكي جي اف سي 22 كيلومتر فيشير كذلك إخواني الكرام لدخول اضطرابات الجوية إن شاء الله بداية من الأيام القادمة كما تشاهدون على العديد من المناطق المملكة إن شاء الله، كالمناطق مرتفعات الريف ومرتفعات الأطلس على الماس خنيفرة وخريبكا مكناس وفاس وتازة وتهل وسكرمنتان وأمطار حاضرة على زود الشيخ وخنيفرة. ومن المتوقع استمرار هذه الأجواء غير مستقرة على بني ملار وأزيلان قلعة ساقنة وكذا بوشيبة ومراكش وكيمدن أمزميز إمتشانوت وشيشاوة، ولكن هذه الأمطار ستعرف كذلك تساقطات ثلجية. يوم الثلاثاء استمرار هذه الأجواء الغير مستقرة على مناطق مرتفعات الريف، وإخواني الكرام تغييرات كبيرة في الحالة الجوية فتتوقعت ما زالت بعيدة نسبيا وقابلة للتغيير. حالة الطقس بالمغرب مبشرة بدخول بعض الاضطرابات الجوية بداية شهر دجنبر. لايك متابعة شكرا.